الشخص ديالي هي اللي وشنق عليه بريكات ديال بريكه قديم. كان عندي بريكه ديال الطيطان محاوله سرقه مع الضحيه كذلك. ضحيه على خمسه اخويا شتاش كتسكنوا بتيريا؟ اه كين؟ كين؟ حسن كذلك ورخ ديال الموتور بوفاي ورخ ديال الموتور كذلك الحاج هذا قلبتيه والحاج اخويا اذا مشاهدي متابعي قناه شفت مرحبا بكم في هذا البث المباشر بالضبط مدينه الدار البيضاء. يعني كما لاحظتوا معنا تم ايقاف اشخاص حاولوا سرقوا واحد الضحيه هنايا. يعني واثناء التفتيش ديالهم يعني لقاو بالحوزه ديالهم البوفا عملية ناجحة وعملية إيقاف ناجحة من طرف العناصر الأمنية مشكورين. يعني كيف ما تلاحظوا معنا الآن إيقاف أشخاص حاولوا يسرقوا واحد السيد وأيضا يعني لقاو بالحوزة ديالهم البوفا. لا ما يمشيش لا الو سلم شحال بلاكا ولا لا تحية لرجال الأمن، تحية لرجال الأمن.
كما كتلاحظوا معنا عمليه ايقاف ناجحه. مشاهدينا الكرام لقاو عندهم البوفه، وايضا حاولوا سرقوا واحد السيد بعد ما رجل ليه الشخص اللي كان في الدراجه الناريه. I'm going to go to the hospital.